تعالوا بقى دلوقتي نطلع السجق. بسم الله. هنجيب مصفى كده. انا عايزه اشيل بس كده دول. ويلا نطلع بقى السجق البلدي بتاعنا الطعم الطعم ما شاء الله عليه. بصوا كده اهو. وعايزه افاجئكم كمان ان انا مش سلقاه سليم زي ما هو العقده بتاعه السجق، عقده الجزار دي، لا ده انا كمان مفتحاه بالسكينه عن بعضه، يعني انا مقطعاه صوابع وسلقاه كده بالشكل ده، ومع ذلك الخلطه ما وقعتش. طب ما تقولوا لي ليه على اللايف بقى، بدل ما انا اللي عماله اقول لكم اقول لكم، اكتبوا لي يلا على اللايف دلوقتي قولوا لي، على الرغم ان انا وهو ني قطعته صوابع ومع ذلك الحشوه ما وقعتش، ليه بقى؟ تفتكروا ليه؟ مين هيقول لنا دلوقتي؟ عرفت الحل؟ يلا عشان اديك سندوتش مكرونه. بصوا كده اهو، ادي يا جماعه السجق بتاعنا زي العسل والله ما شاء الله عليه. وبصوا ما خدش وقت، هم قلبتين في النار وخلاص بس كده. الحله دي شكرا ليها. وعندنا الصلصه كمان هنا، شكرا اهي. بس كده الصلصه، بص يا استاذ احمد خلاص هطفي عليها، خلصت يا ستي. دي ما اتطعمتش بحاجه يا ستي، استني يا ستي اصبري، هتعرفي دلوقتي هنعمل فيها ايه. بس كده اهي تحفه، شايفين القوام؟ بصوا واللون، اللون الحلو ده على الرغم ان هو عصير طماطم فريش، طماطم طازه، لكن معلقتين الصلصه اللي حطيناهم قاموا بالواجب وزياده، لون وقوام في منتهى الجمال. انا خلاص شكرا طفيت النار. دلوقتي بقى تعالوا نعمل خلطه السجق. يلا ساميه جاوبت صح على اجابه السؤال اللي انا نسيته اصلا. انا ليه ما فتحش السجق، ما فتحش في الميه. ساميه على اللايف دلوقتي جاوبت صح، برافو عليكي يا ساميه، من موقعي هذا بقول لك برافو عليكي. دلوقتي بقى هنعمل حشوه السجق، يلا بينا واستعدوا للي جاي، اللي جاي دمار شامل. هتقولي يا ولاد المعلقه الخشب التانيه بتاعتي برضو اللي بحب استعملها لو سمحتوا، لو سمحتوا يا حلوين. الوك كده على النار وهنزل انا كده دلوقتي هعمل السجق. انا مش هحط الليه غير في، يا دوبك هاخد حته صغننه في السجق والباقي التطعيمه بتاعه المكرونه زي ما هنشوف مع بعض. هحط هنا الاول كده شويه زيت بالشكل ده، وزي ما قلت لكم كده هناخد كده ايه حتتين ليه صغنططين كده اهو. بصوا حاجه بسيطه كده، انا كده كده بصوا فرماها بالسكينه كده بالشكل ده اهو. والسجق بتاعنا انا محضره له فلفل وبصل، فلفل الوان وبصل، ومحضره له كمان فلفل حامي. اول ما الليه كده هتبتدي ايه، يعني هتبتدي تسيح كده بالشكل ده كده اهو، شايفين ازاي؟ هنزل بالبصل، بصل متقطع جوليان، هاخد بس الحتت الرفيعه دي، انا شايفه ان في رفيع وكده وفي حتت بصل تخينه. قولي يا منى قولي، حاسه بصوتك، حاسه كلهم بيجاوبوا صح. حاجة ام ابراهيم كله بقى بيقول ايه بقى الاجابه الصح ايه بقى، برافو عليكم حبايبي والله قلبي من جوه كده، علشان الميه كانت بتغلي لما نزلت فيها السجق. طيب نفس الفكره دي اكتبوا لي على اللايف بقى، نفس الفكره دي بنعملها في ايه؟ يعني ايه هي الحاجه اللي اول ما بحطها في الميه بتغلي بتقفل على نفسها من غير ما تتربط ولا الكلام ده كله بتاع زمان، تبقى ايه بقى؟ نفس الفكره بالظبط. يلا فكروا معايا، ادي البصل الجوليان اهو يدبل بس كده سيكه معانا ماشي، وبعدين هننزل معاه كده بالفلفل الالوان، مش كتير يعني، حاجه بسيطه كده تدي بس كده ايه طعم للسجق، وتدي كده شكل كمان حلو للحشوه. ومعاهم على طول يا دوبك كده نص قرن فلفل حامي، لو من انتوا من عشاق الاكل السبايسي الاكل الحلو. ونقلب. يلا مين معانا على التليفون؟ بصوا اهو، ايوه برافو نرمين واميره وعايده، جاوبوا صح فعلا فعلا على اللايف دلوقتي،
على ايه نفس فكره السجق، الحاجه اللي بتنزل في الميه السخنه بتقفل على بعضها من غير ما نستعمل الطرق بتاعه زمان الربط والكلام ده كله، بتبقى مفتحه واسهلها لكم شويه ومليانه رز، بس اول ما بتنزل في الميه اللي بتغلي بتروح قافله على نفسها، مفيش رزايه بتنزل في الحله. يبقى ايه؟ قولوا لي انتوا كده. بصوا انا كده لسه ما تبلتش الخلطه بتاعه السجق، يعني انا كده دلوقتي حطيت الزيت ويا دوبك حتتين ليا صغنطتين خالص، وبعد كده البصله وفلفل الوان برده كام شريحه صغيرين، وبعد كده الفلفل الحامي. بصوا بقى المنظر عسل اهو، كده ابتدى يدبل معايا بالشكل ده، بالمنظر ده كده. وزي ما استاذ احمد جايبه لنا كده نروح جايين نازلين بالسجق كده عليها. الله اكبر ما شاء الله. ونقلب وشموا بقى الروايح بقى. انا عايزه اقول لكم اصلا الروايح الاساسيه بتاعه المكرونه لسه ما جاش دورها، ده لسه ولسه ولسه. بصوا الجمال. طبعا كده انا دبلت الخضار والسجق واخد 3/4 سوى من الميه اللي كان نازل فيها، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا مش هتقل عليه ابدا ابدا في السوى. ههدي بس النار شويه وهتبل. ادي فلفل اسود وادي شويه ملح وبرده كمون وكزبره كده وبس كده. تقليبه بقى صغنطوطه كده على النار، واول حشوه اهي تبارك الله خلصت معانا.